بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا هذه الصناديق قلت إنها صناديق بريد ما شاء الله، فصلناها عشان الموسم القادم. طبعا الموسم إن شاء الله بيبدأ بعد شهرين تقريبا، وأول موسم هو موسم السمر. هذه الخلايا طبعا لإنتاج الشمع، وهذه لإنتاج حبوب اللقاح. طبعا الكثير يسأل وش الأعسال الموجودة عندنا الآن حاليا. والله الحمد جميع إنتاجنا انتهى، والله الحمد بإذن الله بنبدأ الموسم من جديد، وإن شاء الله الموسم القادم بيكون كل أعسالنا جديدة بإذن الله، ما في عندنا شيء من العام الماضي. بنشرح لكم الآن الخلايا الشمعية. نبدأ أول شيء بالخلايا الشمعية. طبعا هذا الآن من الخلف، هذا الآن من الخلف يا بوابة. أما من الأمام طبعا هذه الخشبة اللي هي مهبط الطيران يسمونها، وهذه الفتحة اللي يدخل معها النحل، وهذه للتهوية. إذا جينا بننقلها إن شاء الله من النجد للجنوب. والآن نفتحها من الداخل. طبعا من الداخل مرصوصة رص علشان ما يطلع النحل ثم يموت فوق، مرصوصة بالكامل. طبعا عددها 16 قرص شمع، وهنا يحط الأساس قطعة صغيرة كذا تقريبا عشان يبني بالعرض ما يبني بالطول. وإذا بغيت تفحص الخلايا طبعا بدون ما ترفع اللي كان فيها قفال من فوق، خلاص تفتح النورة وتشوف الأقراص ما شاء الله. طبعا هذا سعرها 70 ريال الوحدة، 70 ريال. صلحناها في القصيم عند أبو عمر. والآن بنشرح لكم هذه خاصة لإنتاج حبوب اللقاح. الآن بنشرح لكم كيف طريقتها ما شاء الله. بإذن الله السنة هذه بيتوفر لدينا إنتاج حبوب لقاح محلي بلدي بإذن الله، غير مستورد. طبعا أكثر اللي في السوق مستورد. طبعا هذه ملاحظة هنا، هذا الشبك فتحاته كبار، ليش؟ لأنه لا يسمع بدخول أي قطع كبيرة أو نحل ميت على حبوب اللقاح. طبعا هذه تقدر تستخدمها بشكلين، جمع حبوب اللقاح ترفع هذا يصير هذا كله مدخل للنحل علشان تمسك حبوب اللقاح، وإذا كنت ما تبغى تجمع حبوب اللقاح تسكر الغطاء هذا ويدخل النحل من هنا. طبعا وهذا درج حق جمع حبوب اللقاح. طيب بنشرح لكم الآن، هذا هو اللي يجمع حبوب اللقاح. تحط هنا مصيدة حبوب اللقاح، طبعا الآن هي من موجودة، ندبسها ما بعد شرين لازم ندبس، ثم بعدين يدخل النحل من هنا وبتمسك حبوب اللقاح. بيكون هنا شبكين، شبك منخل كبير شبك منخل تحت صغير مرة. طبعا هذه بدون عازل، لو بغيت عازل حط لك عازل لكن ما نحتاج له. تاخذ 9 براويز ما شاء الله. طبعا الزوائد اللي هنا اثناء النقل تبعد الخليه عن اختها بسبه الخشب الزايد هذا، مع ملاحظه ان الغطاء فيه فتحات مع جميع الجهات، اذا صار فيه مسافه بين الخلايا الهواء طبعا يدخل على. طبعا هذه قيمتها ب90 ريال عند ابو عمر. بنحط الان رقم جواله منجره ابو عمر في القصيم.